اهلا بحضراتكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج طبيب البلد. عشان دايما بنكون حريصين اننا نقدم لحضراتكم كل ما يفيد في المعلومات الطبيه اللي بتساعدنا في الحفاظ على صحتنا، كمان بنقدم لكم بعض النصايح اللي بنحاول فيها جاهدين ان احنا نقول لكم على الجديد في العلوم الطبيه. عشان كده دايما لازم يكون عندنا معلومات كده عن الحاجات المهمه في جسمنا، زي مثلا هرمون الكولاجين. هرمون الكولاجين بيفيد جدا في نضاره البشره، كمان بيساعد في زيادة مرونة الجسم، غير أنه كمان ليه تفاصيل تانية كتير، بيساعد في تدفق الدم للجلد، كمان محاربته للشيخوخة. بنأكد كمان على دوره المهم في التئام الجروح، ودي حاجة يمكن مش متعارف عليها. دايما بنقول كولاجين، يعني دايما بنفتكر أنه هو خاص بنضارة البشرة فقط. كتير من التفاصيل في التقرير اللي جاي عن هرمون الكولاجين. يعد الكولاجين أحد أهم أنواع البروتينات الموجودة في جسم الإنسان وأكثرها تواجداً، وده لأنه بيشكل تلت إجمالي البروتين المتواجد في جسم الإنسان. بيتواجد الكولاجين في مختلف مناطق وأعضاء الجسم، بما فيها العظام والعضلات والجلد والأوتار، كمان الشعر والغضاريف وطبعاً الأسنان. يعد أيضاً الكولاجين مهم للحفاظ على قوة ومرونة الجلد، كمان ضروري لصحة العظام والأوعية الدموية وجميع أعضاء الجسم. بيعمل الكولاجين كواقي لبعض الأجهزة الحساسة في الجسم زي الكلى، وبالرغم من أهميته لجسم الإنسان إلا أن في بعض الممارسات الخاطئة اللي بتدمر مخزون الكولاجين في الجسم، زي كثرة التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وبدون وقاية، التدخين، تناول السكريات بشكل متزايد، عشان كده بيفضل تناول الأطعمة واللي بتساعد على زيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، وهي الأطعمة اللي بتحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية لتكوين الكولاجين، بما في ذلك اللحوم والدجاج والسمك والمحار والبيض والبقوليات. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية في طبيب البلد. النهاردة هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع يهم كل أولادنا وصحتهم، وإحنا كمان بطبيعة الحال. نقص المناعة هي الحائط الصد ما بيننا وما بين الأمراض والفيروسات. المشاكل اللي بتواجهها الأم في الحقيقة كتير للأطفال اللي عندهم مشكلة في المناعة. بيكون طبعا أكثر عرضة، بيكون الأطفال دول أكثر عرضة للأمراض والفيروسات وغيرها من المشاكل والعدوى المتكررة. طيب، وإحنا بنبدأ كده فصل يعني الشتاء، او يعني لسه ان شاء الله يعني داخلين على فصل الشتاء، احنا في فصل طبعا الخريف. مهم جدا ان احنا نعرف ان التقلبات الجويه دي بيبقى معاها تقلبات جويه، فيروسات، مشاكل كتير بتحصل، لازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا من اولادنا ومن تقويه مناعتهم. عشان كده النهارده هنتكلم عن القاعدات الخاطئه اللي ممكن نكون بنعملها بتؤدي الى ضعف الجهاز المناعي لطفلنا ومشاكل كتير كمان ما بناخدش بالنا ان هي بتؤدي الى ده. تعالوا نعرف النهارده ازاي الموضوع ده، ازاي نعمل على تقويه مناعه اولادنا، مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في طبيب البلد دكتور خالد ابو بكر، اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالسلامه المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحقيقه الموضوع النهارده هو في غايه الاهميه، لان هو بيبدا مع الطفل وهو لسه مولود، ومهم جدا، او يمكن كمان من الام وهي حامل، بس خلينا نبدا منذ لحظه الولاده. المناعه هي جزء لا يتجزا من صحه اولادنا وصحتنا. صحيح طبعا. عايزه كده بمفهوم بسيط الاول علمي اعرف الناس يعني ايه مناعه. في البدايه الجهاز المناعي ده ممكن نقول هو صحه الانسان، يعني انا ممكن اسلم لحد اقول له ازاي الصحه، لا ممكن اقول له ازاي مناعتك. لان هي فعلا هي الحائط الصد، الجيش اللي ربنا سبحانه وتعالى حباب الانسان عشان ان هو يحمي نفسه من الامراض والبكتيريا والفيروسات. الطبيعي ان الجهاز المناعي هو بيدي الانسان قدره على التشافي، ان هو هيشفي نفسه بنفسه من غير اي ادويه ولا من غير اي حاجه. يعني احنا لو الانسان على الفطره وجهاز المناعه بتاعه سليم، ممكن نقول ان هو ممكن فعلا ما يعياش خالص ولا يجي له امراض. لكن بتخش عوامل بقى خارجيه وعادات خاطئه
واكل سيء وحاجات كده نتكلم عليها ان شاء الله النهارده، بتؤدي بقى لان يحصل مشكله بقى وخلل في المناعه شويه، فبالتالي يحصل بالامراض اللي بنسمع عنها خاصه مع بدايه فصل الشتاء ودخول المدارس. صحيح صحيح، دلوقتي كمان الجو متغير شويه، بيبقى فيه بالظبط. لسعات البرد دي. انا عايزه بقى اتكلم حياتك عن النقطه ده، النقطه دي بالتحديد. اوقات لما بنيجي نقول ان جات لنا شويه برد او شويه تعب، نجري على طول ناخد ادويه، خطوره ده ايه على جهاز مناعتنا؟ هو يعني ده يعني مكمن الخطر كله بصراحه، خاصه في موضوع المضادات الحيويه، اللي احنا يبقى عندنا اسراف وعدم درايه او ندي مضادات حيويه بطريقه غير صحيحه من دون ما الجا للدكتور، وده صراحه شائع جدا بين الامهات. الجهاز المناعي هو برضو عشان بصوره بسيطه، هو انا عندي مناعه فطريه، انا اتولدت عندي مناعه، دي المناعه، ده نوع اول من انواع المناعه. في نوع تاني مكتسب، مكتسب عن طريق اللي انا او الحاجات المعروفه، التطعيمات، اللي انا اخد تطعيم فده يزود الجهاز القدره المناعيه عندي، اخد تطعيم مثلا ضد الجديري، اخد تطعيم مثلا ضد الحصبه فيحميني المرض ده، او انا جهاز المناعي حصل لنا غزو للميكروب معين، فالجهاز المناعي تعرف على الميكروب ده او الفيروس ده وكون ضده اجسام مضاده فعمل لي مناعه مكتسبه. وده طبعا على حسب الفيروس طبعا. طبعا زي مثلا الفيروس الانفلونزا، فيروس الكورونا، في مناعه مكتسبه ضد العدوى الفيروسيه. كويس. الجهاز المناعي في خلايا بتتمتع بذاكره، خلاص بتتعرف على الميكروب وبالتالي هي متسعديه ليه في اي وقت من الاوقات. فدول نوعين اساسيين من انواع المناعه. فالمشكله كلها بقى زي ما قلنا كده استخدام خاطئ للمضادات الحيويه، زي ما هنعرف دلوقتي ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى خلل في المناعه. رقم واحد الاستخدام السيء للمضاد الحيوي. المضاد الحيوي بدون احنا قلنا الام كده باختصار، سيب المضاد للدكتور، بلاش اللي احنا قبل ما نروح للدكتور كلمه مشهوره انا بدات مضاد حيوي وقلت عبال ما اجي لك، لا هو غلط، خطا جدا وخطا شائع ومشكله كبيره جدا وللاسف هي منتشره، واحنا يعني بننوه هنا في برنامجنا وبنحاربها بمنتهى الطرق، وبنحاول في عياداتنا اللي احنا نوعي الام وبلاش استخدام سي مضاد حيوي. طب خليني اقول، هيعمل ايه المضاد الحيوي لو انا اديته بشكل متكرر؟ هيعمل ايه في جهازي المناعي؟ بمنتهى البساطه تدمير الجهاز المناعي قولا واحدا، يعني ايه منتهى الوضوح اهو عشان بس ايه يبقى الكلام واضح. لا، تدمير الجهاز المناعي، قتل البكتيريا النافعه، بالعكس يحصل ضعف للطفل في مقاومه كل الامراض، بنلاقي دلوقتي في بعض انواع المزارع اللي بتجيلنا في العيادات، بنعمل تحليل مزرعه نلاقي في مقاومه، ميكروبات بدات تستحدث حديثا بتقاوم المضاد الحيوي نتيجه الاسراف فيه. نقول له بمنتهى البساطه انت المتابعه الدوريه، روح للدكتور المتخصص، هو سيبي الموضوع ده للدكتور، بلاش اللي احنا نلجا للصيدليه. برضو من ضمن الحاجات اللي بتاثر على المناعه برضو الشيء بشيء يذكر، الاكل غير صحي مدمر للمناعه. هو الجهاز المناعي في ارتباط وسيط وتشكيله وبنائه قايم على التغذيه في المقام الاول. كويس. التغذيه السليمه طبعا تؤدي الى مناعه سليمه. يعني انا اتخيل كده طفل على طول بياكل كويس، صحته كويسه، بيلعب رياضه، بينام بشكل كافي، بشكل كويس، من 6 ل 8 ساعات في سيستم كده في البيت، سيستم نظام، نلاقي الدنيا ماشي معاه كويس خالص، صحته حلوه. العكس بقى، نلاقي الطفل اللي هو قاعد على الموبايل، جونك فود، اكل السريع، ما بيسهر، كسول، نلاقي فعلا عنده مشكله في المناعه. سلوكيا كمان، هو حتى سلوكيا بنلاقي الطفل سبحان الله يعني سلوكه يعني غير المرغوب فيه، تلاقي برضه في خلل في السلوك. فهي كلها مش هي منظومه، هم ثلاث حاجات مهمين جدا. الحاله الثالثه بقى الحاله النفسيه للطفل، بنلاحظها كتير جدا في الامتحانات، نلاقي الطفل داخل عياده، نلاقي الطفل كده ايه
حالته مش مظبوطه كده، نسال الام الاخبار يطلع ان في امتحانات، لا حتى يظهر له حب الشباب، يظهر له خراريج، ان يلاقي عنده القدره ان يجي له ادوار برد متكرره، الاستريس بتاع المذاكره ده اللي احنا بنعمله للاطفال. يعني الاستريس بيأثر على جهاز المناعه. جدا بيزود الكورتيزول، فبالتالي يأثر على مناعه الطفل. وده بنلاحظه مثلا مشهور جدا طبعا الطفل الصغير اللي دخل عليه بيبي لسه جديد، الطفل زعلان شويه، اللي يتعب، يلاقي أيوة الطفل صحيح. مش واثق بنفسه، الطفل اللي هو بيعامل معامله سيئه، الطفل اللي بيتضرب كتير، ده برضه في عنده خلل في جهازه المناعي. فطبعا فنلاقي يعني كل دي حاجات يعني بننوه على الامهات ان المناعه دي منظومه. يعني الطفل اللي بيكون عنده اي مشاكل نفسيه بنلاقيه عي؟ كتير جدا، مرتبط ارتباط وثيق جدا. يعني ابسط حاجه الطفل اللي بيتعامل معامله سيئه في المدرسه في البيت، حتى لو مش واثق بنفسه، يعني شوف الموضوع ممكن نلاقي ليه ابعاد فعلا بتاثر على الجهاز المناعي. الاطفال من اول ما بيتولدوا يا دكتور، في اطفال بتبقى عندها مشاكل في البدايه، وبالتالي بتخش حضانات تمام. وبالتالي بيبقى عندها مشاكل في الرضاعه الطبيعيه وما الى ذلك، الا باصرار الام. خطوره ده ايه على الجهاز المناعي للطفل؟ زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني ده ممكن ينتقل لنقطه بقى مهمه، ازاي بقى نعزز جهاز المناعي، صح كده؟ يعني هو اللي احنا محتاجين، لان احنا بما اننا اتكلمنا حديث الولاده بالتحديد بالظبط في الرضاعه الطبيعيه. طيب احنا بنمشي مع الام خطوات كده من بدايه الحمل، يعني عشان نقول الطفل ان في طفل مناعته كويسه، الموضوع بيبدا من بدايه الحمل. الام تهتم بنفسها في الحمل، تتابع كويس التغذيه السليمه، تبعد عن التدخين، تاخد فيتاميناتها، ده بيخلق منتج كويس، طفل مناعته كويس. ثم نبدا بقى الرضاعه الطبيعيه على طول، الخطوه اللي بعد كده اهم حاجه. طبعا الرضاعه الطبيعيه هي اساس بناء الجهاز المناعي. الطفل حديث الولاده، الطفل بياخد كميه رهيبه جدا من الاغذيه المضاده، يعني كانه بياخد مضادات حيويه لمواجهه الفيروسات والامراض. خساره ان احنا نمنع الطفل الحاجات دي، ان احنا نلجا للبن الصناعي، الا طبعا في ظروف معينه بيحددها الدكتور مع الام. فمهم جدا الرضاعه الطبيعيه، وزي ما قلنا كده الاكل الصحي بيعزز المناعه. وطبعا الاكل الصحي بقى الدنيا سهله خالص، التوعيه منتشره على الصفحات، وانا على صفحتي يعني بتكلم في الموضوع ده كتير جدا. الحاجات مهمه جدا بقى التطعيمات. تطعيمات زي ما قلنا كده ده جزء اساسي من المناعه المكتسبه. تطعيمات اجباريه بناخدها في الصحه، وزاره الصحه طبعا. وفي طبعا تطعيمات اضافيه، الاشهرهم طبعا تطعيم المكورات، تطعيم الانفلونزا الموسميه على في فصل الشتاء. التطعيمات طبعا تطعيم الروتا ضد النزله المعويه. ايوه، وزي ما قلنا كده نهيئ لايف ستايل للطفل، يعني ايه؟ ينام كويس، يمارس شويه رياضه، في التزام، كل ده بيرفع السيستم بتاعه في البيت كده، في ميعاد للنوم، ما بقاش في سهر، قاعده على الموبايلات. فدي كلها بالرياضه، المتابعه الدوريه. عايزين برضو ننوه على المتابعه الدوريه، ان الام برضو لازم برضو تتوجه للطبيب، وبرضو يبقى في متابعه، ما بقاش تغيب كده، نلاقي الطفل 6 شهور مثلا لسه مولود وما شفناهوش اول مهم مره. الفتره الاولانيه طبعا. طيب بما ان حضرتك بتتكلم عن الفتره الاولانيه وفتره سنه اولى امومه دي تمام، بتبقى الفتره الاصعب في حياه الام. ما بتبقاش عارفه اهميه كل مرحله من المراحل بالزبط. دي، ودايما بتسمع بقى لفلانه عملت وعلانه قالت ومين. بيجي لك ناس بتقول لك ايه اكتر الحاجات المشهوره، وايه اكتر العادات الخاطئه اللي بتيجي عند حضرتك في المراكز؟ هي الام بصراحه في الفتره الاولى، خاصه ما تكون يعني يو ماما او ام جديده زي ما بيقولوا، بتبقى محتاج حد يساعدها بصراحه. يعني ايه؟ يعني طبعا هو المساعده الطبيه طبعا والمشوره الطبيه، لكن برضو بتبقى عايزه سبورت معلوماتي، عايزه تفهم دايما. احنا في عاداتنا بنحاول ان احنا نقدم صوره من الطب الوقائي، يعني هو دايما كده بنقول للام ايه؟ انت لما تكوني رد فعل للطفل سايباه وبعدين يتعب وتروحي، غير لما تكوني سابقه المرض بخطوه او فاهمه اللي بتتعامل ازاي. يعني احنا في المتابعه الاولى عندنا مهمه جدا، اول 6 شهور دي طبعا بنعلم الام ازاي تتعامل مع الطفل المولود الجديد ده، ازاي الرضاعه الصحيحه، هل محتاج هو مكمل غذائي زياده، فيتاميناته عامله ازاي، اتعامل معاه. والله لو جاله الدور برد، اول نزله برد نعمل ايه، نتصرف ازاي، تنظيف الانف نعلمه للام، امتى استخدم جهاز البخار. الام صراحه لما تكون
متنوره كده. ايوه واعيه، خلايا البلدي واعيه. ايوه تفرق جامد جدا طبعًا. بتريح الدكتور وتريح طبعًا. البيبي طبعا. لكن الام اللي هي زي ما قلت كده رد فعل دي بتبقى يا عيني ايه، بتتعب، ابنها بيتعب كتير ومش بتلاحق ومشغوله دايما ودايما تعيط. فتلاقي ايه الدنيا مش ماشيه كويس، مش فاهمه، مش عارفه، مرتبكه. اول سنتين دول مهمين جدا. يعني في حياه الطفل التركيز معاه والمتابعه الجيده بتفرق جدا، عشان مناعته بقى خلاص احنا بناسس الجهاز المناعي، هو بقى خلاص هينطلق في الحياه بقى بعد كده. فمهم قوي اول سنتين دول نركز بقى والتاكيد بقى على الرضاعه الطبيعيه وكيفيه الرضاعه وتعزيز المناعه بالزبط. بتاعت الطفل. احنا يعني بيبقى عندنا تيم في العياده. التيم مش تخصص اطفال يعني الون يعني منفرد، يعني لا، في تعاون، في رضاعه طبيعيه، شرجه طبيعيه، في جراحه اطفال، في تخاطب، في قلب اطفال، وان شاء الله نزود تخصصات اخرى بحيث ان احنا نقول للام كده يعني ايه، انت في رعايه متكامله، بنقدم لك الخدمه الطبيه المتكامله عشان نؤدي الى منتج كويس وطفل قوي ومعاه كويس. هايل جدا. انا بشكر حياتك جدا يا دكتور، نورتنا النهارده. ومهم جدا ان احنا بنلقي الضوء على وعي الام ببدايه الاطفال حديثي الولاده او منذ لحظه الولاده، حتى ان هم يبقوا في امان بشكل كبير او يعتمدوا على نفسهم ويبقوا عندهم بقى عارفين ايه الصح وايه الخطا، ايه العادات اللي احنا ممكن بنعملها في التغذيه الصحيه السليمه. بيبقى ده تعود، مفيش حاجه اسمها طفلي مش عايز، لا، هو يعني منذ لحظه الولاده الى يعني ان الطفل بيكبر يوصل لمرحله المراهقه هو عرف واختار انت حددتي له ايه، فبيمشي على النهج ده. قبل ما اختم مع حضراتكم، دكتور خالد ابو بكر اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده، الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حكيم الاطفال على الفيسبوك وعلى الانستجرام، اي تفاصيل حضراتكم حابين تعرفوها وتتواصلوا، المراكز طبعا كل التفاصيل والعناوين والارقام موجوده على الشاشه كانت ظاهره معاكم، وكل حاجه عايزين تستفسروا عليها موجوده على صفحات الفيسبوك. بشكرك، نورتنا النهارده، شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضرتك في حلقات اخرى. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور خالد ابو بكر اخصائي طب الاطفال وحديثي الولاده. كل شكر لحضراتكم على المتابعه، دايما معاكم ان شاء الله كل جديد في طبيب البلد.